يا اخواني في الاول حب اقول لكم انه بعد الكلام اللي كانوا يقولوا فيه الشباب نتاع نادي تونس ما عادش تم كلام ياسر تقال. وانا الكلام اللي سمعته ونحب نحييها الشابه اللي تكلمت والشباب اللي معاها شيماء الشباب اللي معاها كلهم ونشوفوا محلاها الاسم نشوفوا محلاها الاسم شيماء كل شعراء لانه خلينا برك من الحماس الموجود حتى في المحتوى وفي الكلام اللي فيه شيء يشرف بالفعل لانه هذا هو بالضبط اللي احنا نحبوه اللي نحبوه بالنسبه لتونس وبالنسبه لدا تونس. انا نعرف ومش باش نطول ياسر عليكم لانه الكلام اللي اتقال انا الكل الكلام نحس به يعبى علينا جميعا، لكن احنا اخواني يا اخواتي لازم نعرفوا ان احنا موجودين في فتره صعيبه فعلا. ويمكن ياسر بعد عامين وثلاثه كي نتقابلوا ونتذكروا هالسنين هذوما نقولوا تتذكروش عام الجراد. باش نقولوا ان احنا مرينا بظروف صعيبه، ولكن في الظروف الصعيبه هذه تونس اللي هي عمرها 3000 عام، تونس الولاده، تونس اللي فيها الحرار والحراير، في الظروف هذيك وقفوا من جهه بلادهم، وقفوا لحلمهم، وقفوا لثورتهم، وهزوا بلادهم وخرجوها من ايدي الناس اللي تحب توجهها توجيه اخر. وانا نحب نقول لكم اخواني يا اخواتي اني ما عندي حتى شك ان مش نخرجوا من النفاق المظلم. ما عندي حتى شك ان شاء الله انه هذه البلاد اللي هي شبابها خرجوا من اجل حلم حقيقي. حلم المراه اللي هي تخمم في ولادها. حلم البو اللي قرر في ولاده. حلم الشاب اللي ما عندوش خدمه ويحب يربي جوارح ويطير. حلم نتاع الناس اللي هما يقولوا احنا نستحقوا دولة حقيقية عصرية. احنا التوانسة اللي عندنا الخشم اللي عندنا النيف، احنا التوانسة اللي كنا دائما في مقدمة الدول ونستحقوا ونبقاو في مقدمة الدول ونستحقوا حلمنا هذا يكبر ونستحقوا جوارحنا تطلع ونستحقوا نكونوا في المستوى اللي نحبوا عليه جميعا. هذا حلمنا ولا نتخلى على هذا الحلم. هذاك علاش اذاكم تعرفوا ان تونس راه ماهوش حزب للدفاع عن مكتسبات الماضي فقط. احنا ماهوش حزب نتاع ماضي. نعم مكتسبات الماضي الحقيقيه الصحيحه هذيك متمسكين بها. ما ثماش امكانيه ان نتخلاو على الرايه الحمراء هذه مهما كان ثمن. الناس اللي هي مدفونه في الجبابل وماتوا من اجل الوطن هذوكم ارواحهم الان تحلق فوقنا لان الشهداء ما عندهمش عمر. الشهداء هم نفسهم. المساله الثانيه هذا البلد العربي الاسلامي المتفتح المعتدل اللي عنده عبقريه ابنائه مش يبقى بلدا عربيا اسلاميا متفتحا بعبقريه ابنائه. وما ثم حد يرجع. ثالثا المكاسب الاجتماعيه اللي حقناها مش بيستخلوا عليها. سواء كان الحق في الصحه، الحق في التعليم، الحق في النبوغ، الحق في العبقريه الحقيقيه، هذايا ما ثم حتى امكانيه تخلوا عليه. والمساواة بين الرجل والمرأة والتا مغلوقة هذايا أيضا ما حدش يتكلم عليه. لذلك احنا ما عادش عندنا وقت لأنه وصلنا لنهاية الاجتماع، لكن نحب نقول لكم كلام في الروح مش في كلام في السياسة فقط. كما كان يقول وأنا كنت نشوفوا فيه توا العرض الفني الممتاز والمتميز هذا اللي نشكر في استفاضة الجزيرة عليه بشكل خاص. علاش؟ لأنه هذاك كلام في الروح التونسية الصميمة. ويلزم نقولوا لجبعضنا جميع لمناضلات ومناضلين دا تونس وحركة تونس. شكون الساعوني من حركة تونس؟ شكون من حركة تونس هنايا؟ خلينا نشوف خلينا نشوف ليكم خلينا نشوفكم. مناضلات ومناضلي حركة نداء تونس، أنتم في حزب بني لكي تستمر الحلم الوطني التونسي، وهذا الحزب بمعية شركائه في الحركة الديمقراطية سينتصر. واحنا نعرفوا أنهم يحاولوا بكل الطرق أنهم يوقفوا هذا الحزب لأنه حزب سينتصر إن شاء الله.
ومش هينتصر لمناضليه ومش هينتصر للمكان المناصب والكراسي، مش ينتصر لأن هناك مشروع وطني تونسي لابد أن يتواصل. لذلك أنا أقول لكم رأوا الحزب هذا هو حزب العمل، هو الحزب بتاع القراية والتعليم، هو الحزب بتاع الصحة، هو الحزب بتاع المستويات الاجتماعية، هو الحزب بتاع الاعتدال، هو الحزب اللي هو اللي مش يخلي الدولة هذه تواصل الشعب هذا طموحه من أجل دولة عصرية حقيقية. وما هو مش وقفنا حتى حد. هذا الكلام اللي حبيت نقوله لكم، الحزب هذا حزب الحرار والحراير. لذلك الناس اللي موجودين معنا، أنا نحب نشكركم اليوم في هالمدينة العظيمة وفي هالجهة العظيمة، ونحب نقول لكم أنه شربة هو نفسه كان اجتماع ناجح لولا أنه استمعت عليه عصابات المجرمين، وزارة الداخلية ما قامش بدورها، ولكنه اجتماع كان ناجح والناس كانت تطلع من الحيوط بس تحضر. نداء تونس بذرة مباركة، عروق خضرة دخلت في الأرض وشدت والزيتونة طلعت ومستحيل تموت، لأنه من حياة تونس ومن حياتكم انتوما. لذلك أنا خطابي لكم اليوم أنه نحطوا دينا في دين بعضنا. راهو عندنا حلم حقيقي لازم ندافع عليه، بلادكم بلادكم اللي شوفيه في عينكم الآن، هذا الروح هذه لازم تخرج ما تقعد عليه تمشي للجميع. بلادكم بلادكم، حلمكم حلمكم، أولادكم أبنائكم طموحكم، الحق في الخدمة، الحق في الكرامة، الحق في النيف، الحق في أن نكونوا موجودين بين الأمم، هذه مسألة كلها موجودة ما بين يديكم انتوما. لذلك احنا راهو مش بقولوا أنه قدر لنا، محلاش مش نقولوا أنه فعل بنا، يجب نقولوا قررنا مصيرنا بيدينا، حطينا دينا بين بعضنا واختارنا مستقبلنا، وإن شاء الله سيكون النصر حليفنا وحليف تونس.